أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. باب تغليظ عقوبة من قف عقوبة ديسة أتكذا أي أذكتهاي يوينانت أي وينتهاي باب كيدي ويان قف كاسو أمر أمري بمعروف وناك أو أمس أنها النهي الرابي عن منكر حمان قف كاسو خالف وخلافي أما إسوي ذار سمي قوله قول كيسي بخلافي مركا وقف ذاتك وناقنا أفكا كاف وناق ذاتك أغا شيئا في أساقوح لما يمن هايو ذاتك وحا سمي وحا قبتا وحا لا يسقنا لما يمن هايو ذاتك بمثل لي وحا هلا دايو وحا هلا دايو وحا هلا دايو أساقنا وحي مد قفكا عقوبة دي سباب كيدي ويان كل باب كان قفك لبا واجب بسارا لبا واجب بسارا حيث سكرت إنه وناقي لي مادو وإحسانك لي مادو طاعاتك لي مادو إنه ضدك أشيغانا وواجب وناقي لتي مادو نفت هذا إيا إنا ضدك إنا حمانتي أدقو كهدو إسنا واجب حمانتي ضدك كريبتنا إسنا واجب كلاو قصارا كل بدا واجب بكسر وحين هذا التي مدوناكي دات كان هذا الشكت حما انت ادو ان اتكهر له دات كان اتكربتو هدي لبدا لغا ويمد ان قفك مبد باديست مثلا دات ادو ترى انو انو بهاغاغيا انو بفعنان هيا نفتاي دو مانكو اكان دات كينا دن كمليه مبد باديست sidoo kale dadka raxmaanta daanu baa ka hadhay dadkii ka reebi maayeena iyadana ma badbaadaysid marka tariiqad ku badbaadiya kaliya waa inta aan soo sheegno in aad wixii ku toosnaato dadkana aad ku toosiso ka hadho dadkana aad ka reebto marka mid una hadii la waayo tan weeyaan oo tan dadkii bu khayrka u sheegaya isna dadkii marka lama iimanayo dadkii raxmaanta ka reebaya asagina kama hadhayo باب تغليظ عقوبة من قف عقوبة ذي أذكر أي أذكتهاي أمر بمعروف وناك أمري أو نهى عن منكر وحمار ريبي أو خالف أو خلاف قوله بخلاف فعله فعل كيسي قف كباب كذي ويان قال الله تعالى ألا وحيري أتأمرون الناس ذاتك مياد أمريسان وظفريسان بالبر وناك أو تنسون مياد إلو بيسان أنفسكم نففتين نفتين مياد إلو بيسان تدكنا خير مياد وشيغيسان وأنتم إذن كيو تطلون الكتاب كتاب كان أخري أي أهل الكتاب كلا لها لي مالك إذن كو كتاب كأخري أي أرنتا أتسامين هيسان إنا فالحون تهينا أي كتالو مساس أتسامين هيسان تأمرون الناس ذلك ما وحاد أمر يسان ريب بن إسرائيل إنك نوال آيات وين تابنوني بالبر ما وناك با ذلك أمر يسان أو تنسون مياد إلو بيسان أنفسكم نفتين وأنتم إذن كيو تطلون الكتاب كتاب كأخرية توراد توراد نوحاكو تالو قفك سيدا سمي يأينو قلدن يهي مرك الجاهلين متين علمي باد أولي ذهر انتاسينا قلدن تهي أفلا تعقلون ميذن عقل لهين وإذن قراد إذن كجر وقال تعالى ربي حوري يا أيها الذين آمنوا كوي مؤمنوا بيو لما تقولون
محاد أوليديهين ما لا تفعلون وحيدا سمين هينين وحيدا سمين هينين يديك بالله إيمان هينين محاد أفكا وشي غيسان كبر وحاويناتي مقتا على أهان وحاويناتي عند الله إلهي أكتيسة أن تقولوا إنا تراهذان ما لا تفعلون وحيدا سمين هينين حيدا سمين هينين أظن لإيمان هينين إنا تراهذان با إلهي أكتيسة على أهان أوين كبر وحاويناتي مقتا من جهة الغضب يا على أهان وحاويناتي عند الله إلهي أكتيسة أن تقولوا إنا تراهذان ما لا تفعلون وحيدا سمين هينين وقال تعالى وحيد ربكم إخبارا أسوغو كورمي عن شعيب النبي شعيب صلى الله عليه وسلم أي النبي شعيب حيو تلك كيري وما أريد مدوني أن أخالفكم إن إذن خلاف أن إذن ويدارت إلى ما أنهاكم عنه وحان إذن كنهيي أن إذن كرابي إن إذن ويدارت مرب بل أنا إذن كسيه الرياب كعررك عنك عرري وحان إذن كرابي وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما قال وحير سمعت وحان كمقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسبول يؤتى وحالكاني بالرجل قفبا لكاني رجل هل كانني ناقب يعني وقف بك دغنت يؤتى وحالكاني بالرجل قفبا لكاني يوم القيامة بالكاني وفيلقى وحال غتوريا في النار نار تال غتوريا فتندلق وحاسوب حيا أقتاب بطني أقتاب ومن دعرها يد حيدمه يعلوش سيبا صور دعيسا فتندلق وحاسوب حيسا أو صور دادا فتندلق وحاسوب حي أو صور دادا هيسا أقتاب بطني علوش سيبا من دعرها دي باقفك كصور دادا وفيدور مركز كدوريا بها علاشيا من دعره بكدوريا كما يدور سوء الدور وأقوري قيستو الحمار الدميرك في الرحاء دقاح شيدك الرحو وحو يندو اللبار دقاح الاستول دقاح جيري مركز الدميرك حركة الله وحريا وكدوريا سيوي حمارك أرد قمو وأشيدمو وأنت ورشيدة هنا وحالة نصاب بحين ميلها قاركوات مهم كل سليد إيو مع سراد دانية لشيدة إيو والغشيدة أورتا قاركوات إيو دميرها با مركاسي وضو دمير كاسي أغووريغو في الرحاي لغا حشيد كاس لبادا لغا حدين شيدة يراشنك إيو قلب ويحي لغشيدة إيو أيو إس أغو الدوري علوش باكاسو داد مركا علوش سكوريغي سنية وانا عقاب أذو أذو إلهي كو عقابا يقف كاس فيجتمع إليه قفك وحائي السقو إيمان هيا وكسو أروريا أهل النار تدكي أهل النار كيبا كسو أروريا فيقولون وحيكو أران هيا يا فلان هبلو مجعي سبقو ياريا ما لك شأنك أقو محوي هاي محاكو قدعي يعني ويلا يابنيهن ومحيو لي بيهن ويقانين محيكو يقانين ألم تكن مياذا أهين تأمر بالمعروف كي وناقدتك أمرا وتنهى عن المنكر حمانتنا سواليق الريب الجري نوعدي الجري نوع حديث الجري يوحان السمية نورن جري وحان الداية نورن جري عقابتا انتا لاقى يقول نعضي وامحي فيقول حورا بلى كنت وحانها أمر بالمعروف وناقن أمر جري ولا آتيه لما إيمان جري وأنهى عن المنكر حمانتنا وان ريب جري وآتيه وان لإيمان جري ساسانها أن إذن فرأينا لما إيمان جري وحان إذن كرابينا وان لإيمان جري متفق عليه مركوا مسؤولية دوين وقف كسارا
أن وحشيغي أما وحرابي. ولذلك ابن الجوزي إمام كيلو أورنجري إمام آل وينبوها واعد الدنيا محاضرات كيسا هي بيانة دي سوحا علماء الشيغان وحافو ليسان جرتي بقل كن أوقف 100,000 شخص يعني ذلك قعنتي سكسو إسلامي أدب وفربضناين رضي الله تعالى عنه. مركن نكا سحورا جري سوى ذاتك الله هذا يدب وقل كن أوقف لب هارفر يدب وقل كن أوقف اجتماعية الجبوتية الصومالية الأسكورة درمين انت مي مدين. فكان يقول ولا لا يلبكو أجري هداد كل كار جنة قشان الجنة إيقا ويدان حاد إلهي كتر هذان ألا إلهي وكاسي أدونك النوانين جري ونوح ازديسي جري إلهي النار تكسو سار سيدا إلهي كردها بورن جري. فكان يبكي وكاسو أوي جري رضي الله تعالى عنه وحون أورن جري ذاتك إنت الله إيقا يهرف الدياء أنو وحان آمن سنها إني قبي قود إيقا ولا خير بلينهين أنا قبي قود خير بلينهين إهداد جنة إيقا ويدان سيدا هيقو إلومين النار تكاك دبا إمادة و إلهي يقو إرقية يساسو أورنجري. مركا تاوحي كتوسي قف كان هاد ليا إداد كهور تاغن إنو حلوين سارين يهي و نين كان وقلين وقب قويين. قوله بير تندلق بالدال المهملة والدال بلا دبعة ومعناه نوحاوي تخرج ويصوب حيسا ويصوب دادا والأقتابنا الأمعاء وعلوش أما حيدمة واحدها أمعاد وجمع قطب بلير هذا هل كي حيدت جمع عندنا أقتاب بلير هذا. قال وحير باب الأداء باب الأمر بأداء الأمانة باب هذا باب الأمر بأداء الأمانة أمانة ذا ولقذو أمر كذا باب كذي ويان أمانة ذو نوي بلار انتهي أدي إلهي ذين رحي سوى أمانو أدي بني آدم كثيرين رحي سوى أمانو نفطل كثيرين رحي سوى أمانو أمانو ذو آدب وبلار انتح. قال الله تعالى ربي وحيري إن الله إلهي يأمركم وحيد أمريا أن تؤدوا الأمانات إن الأمانة أجدان إلى أهلها دتكادي قف كست أمانة سئن لو عليو أيامهم أه. وقال تعالى ربي وحيري إن عرضنا بيري وحان أبان رقني الأمانة أمانة أو أمانة كان لقاها وأوامرتي النواهدة إن عرضنا وحان أبان رقني الأمانة أمانة وحان أبان رقني والدين تتن أوامرت إيا النواهيد وحلقها اللياي على السماوات بان أبان دقني والأرض بان أبان دقني والجبال بورهان أبان دقني فأبين ويديدين أن يحملنها إني أمانة ذا قادان وأشفقنا ويكبقين ويكعبسدين منها أمانة ذا وحملها الإنسان إنسان كيبا قاضي إنه إنسانكم كان وحوى هذي ظلوما من ظلم بدن جهولا وجهل بدن عرك يدلك بوحي ديدين بوقاضي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حلق وري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري آية المنافق منافق على مديس 3 الرموت ومنافق علامات كيس لغو قرتو إذا حدث مركو شكيو وهدلو كذب بنبو شكا وإذا وعد هدو بلن قادنا أخلف بلن تاس وبرن هيا وإذا تمن هدي لأمانيستو خان وخيامي. مركا حديث كان إذا حدث مركو شكايو كذب بنبو شيغيا وإذا وعد مركو بلن قادنا أخلف يعني وبرن هيا بلنتن مركا هوري إلو شيغيا وقاضيا قلبك وحكو هيا إنو نكسو بحين لكن قفكو أدينتو بلن قادو
قلبكيسنا أي كجرت بلنت إنه نبرن هندي وسيته ولا إيمان هيا هذا ده قدر كوي ما ده وح أودي سكب حسن أنت كوي ما ده بلنت أي سيدي كو أي كفري ويدو كأسك الدم بملي كان للي هي وأخلف وكم مركي هرب بلنت مركو قاضي أي قلبي سوح كوي إنه بلنت سيته ولا إيمان هنا هذا بلنت بقاضية وإذا تمن هدي لأمان سنة خان خيان الله إيمانه يمرك ومنافق علامات كيسة متفق عليه وفي رواية وإن صام هب الصوم وصلى هتكذو ووزعم هشكت أنه مسلم إنه مسلم لما يسترينها كامل المسلمون يهيب هشكت نفاق نلبو أكلبها نفاق اعتقادي هي نفاق عملي نفاق اعتقاد قفك دوين وقلب منافقية وكالوغو قالوا بكاسي نفاق وحاجة صفات أي منافقين تلو نسيدة كوانا وكالي قفك بلانتي دان سيته ولا إيمان هينين بين هذا الكيس أين كمرنين نفاق عملي بالي رهدا ونفاق يعني عمل كاي قلب ما أها قفك سوى الدنبي وأنا معصيه لكن قفك كوما قالوا بي نفاق عملي جاء. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال وحيري حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي النور شاقي حديثين لبا حديث بأمانة النور شاقي قد رأيت وان أركي لأحدهما مدكود وان أركي وأنا أنقنا أنتظر الآخر كي لبادنا وان سقيا إن أركو حدثنا نبي وحنا ورمي أن الأمانة أمانة نزلت إني سودكتي في جذر قلوب الرجال رجع قلوب توضا أسل كودة إيا حدث كودة إني كسو دكتي أما ندو فطرة أهان إيا أسلهان في جدر جدر كوا أسل ك أما واحد دادا قلوب الرجال رجع قلوب توضا جدر جدر إيا أسل كده فطرة أهان وكسو دكتي يعني دادك والوغو أبوري أما ندو مركي هربا ثم نزل وحسو دكي القرآن باسو دكي وأمانة دي أتكين هيا فعلموا أمانة دي بي أغادين إيا قيمة هذه إيا عليسك أي كل هذا من القرآن بي كو أغادين يضل قصي أبو ريب أمانة قفكستا إيا قرآن كينا أتكيي ثم نزل القرآن وقرآن كيبا سود دقي وفعلموا ددك أمانة دي بي أغادين من القرآن بي كو أغادين وعلموا وي أغادين أمانة دي بي أغادين من السنة سنة النبي نوي كوغادين ثم حدثنا نبي بوحون نوشيغي عليه الصلاة الله والسلام حديث كهر وكهر ولي لبدا حديث إن كل كهر أمانة ذو فطرنا آهيد قرآن كنا كسو دكتي ثم حدثنا نبي بوحون نوشيغي عن رفع الأمانة إني أمانة ذاس لقادي دونو فقال النبي بوحور عليه السلام سيد الله قادي بوكشيكي ييون ينام الرجل قفك سيحن النوم تهل هردو سيحن هل هردو قفك سيحن يعني ينام الرجل ننكو سيحن النوم تهردو فتقبض ولقاضي ولقريا لي الأمانة أمانة بلقريا لي من قلبه قلبه سلق قريا لي ولقى قاضي فيظل وحاءهان أثرها رات كيدي بسوهر مثل الوقت راد ير او كلي وقت قوى راد كأد او ير مركام فيظل وحا سوهريا او اهانا يا اثارها راد كيدي يعني راد ير با سوهريا اما ندي با لقادي ماشي تالي بو راد باكو سوهريا يعني اللون مدو ثم ينامو سحانا يقفكي النوم تهردو وفتقبض الامانة امانة دي با لكوريا ليا من قلبه با لكوريا ليا إن الرياض كيبا لكوريا ليا فيظل وحوهان يا أثرها الرياض كيدي مثل أثر المجلي مجلي رياض كيسو أوكالي مجلي قفكي أن شقضا كعصب أوكالي مركو آذو حقوضا أما كوليغو أوكالي كعنت بيها قلم حاني لات قفكا شقضا مركو حقوضا قبتدي كعنت بيها كقلع بيوم اللي نسمه فيظل مجري قدب وبيها قعنت قلع أما قفك أدود دب مثلا قبتوك لبيها قلع
فيظل أثرها الرياض كيدي وحون نقنها يا أمانة ذا مثل أثر المجل بيها قفك الجلاء وكل الرياض كيسي. الكتيب النبي مثالي وحيري كجمر والرحل هذا لقت هذا رحل كحق ذا محل دعية فنفيطة لقتي دبيا جلايا وبرر باك صباحيا كجمر والرحل دحرجته آت كحق ذي على رجلك لقت هذا محل دعية فنفيطة بيا جلايا لقتي فتراه حال أركيسا لقتي منتبرا يعني بررسن فتراه أركيسا لقتي منتبرا بررسن وليس فيه شيء وحبناكم مجرى برر كاد وحاكنا حق تانكي. ثم أخذ النبي عليه السلام أسوق أسي عدين هياب وأخذ وحوق هذه حصات رجح قرور حبوق هذه فدحرجه وكحق النبي عليه السلام على رجله لقتيسي مركز يريد ساس كلاوية مركز النبي أعدين هيي. قال وحي للنبي عليه الصلاة والسلام فيصبح الناس ضدك وحياها انها يتبايعونك ويوحك لي إبسلا. قال وحي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما ونرك وأنا أنتظر الآخر سقيا حدثنا وحنا الشقي أن الأمانة نزلت إليك سودك في جذر قلوب الرجال رق قلوب تسلقودي يعني فطرهم بلغوا أبوري ثم نزل القرآن بسودقي وفعلموا ويؤغادين أماندي من القرآن بيكو أغادين وعلموا أماندي ويؤغادين من السنة بيكو أغادين. ثم حدثنا وحونا الشيخ عن رفع الأمانة إن أماندي لكريالي فقال وحوري ينام الرجل كاسيحا يمقف كاسيحا النوم تهرد وفتقبض ولقاذي الأمانة بلقاذي من قلبه بلقاذي فيظل أثرها رياد كذيبة أهانهيا مثل الوقت سيدا رياد أوكالي وقت قوى رياد كير أما وامدب. ثم ينام النوم تبوسيحا فتقبض الأمانة بلقاذيا من قلبه فيظل أثرها بأهانهيا مثل أثر المجل سيدا بيها قعنت قلا أوكالي رياد كذيبة أهان يا صهريا كجمر ودحل أوكالي دحرجته أكحق دي على رجلك اللقطة فنفط ما يشوي برر عيسى قرب أوك عيسى فتراه حالك سمنتبرا أسوق بررسا وقر أوكعسا وليس فيه شيء وحنك مجر. ثم أخذ حصاة لقح بوقاضي فدحرجه كحق على رجله وحصدا وعضين وعضين هيا نفط دي بيهاز فيصبح الناس ضدك أهانا يتبايعون كوي وحكلي إبسدا وفلا يكاد مسجا أما ومن دوان هي أحد قف يؤدي الأمانتين أمانة كانوا يعني وحبالك لإبسن معاملة دي قف نمفلون هي خيانة دي ببضان هيس. فيصبح الناس وضدك وحيا هانيا يتبايعون كوي وحك لإبسن وفلا يكاد مه ليسد أما ومن دوان هي مسجا أحد قفنا يؤدي الأمانتين أمانة قدو حتى يقال إلى لقي رهدون إن في بني فلان رهبل والرهبل وامي سقف رجلا هل قف بكجر أمينا أمنا رهبل سؤدين هل قف أمنا كجر يلا أرندونا حتى يقال وحال أرندونا للرجل قف بلغو أرندونا ما أجلده هبل محاك حق بذن يعني عمل كيسة صالحة محاك في عن ما أجلده محاك حق بذن وعمل كصالحة كحق بذن ما أضرفه محاكفي عن أوكوناكس هبل ما أعقله هبل محاك عقل بضن نبا أمان لقل الدالي دونا وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان قفك سيدا الله أمان أيو وما في قلبه مثقال حبة من خردل حبة فريئها وإيمانه قلبه سيكو مجرته وحلو أماني وما حيدت كيكا لأو رمبا أساقا كحن وحنا ما بل لأيها أساقا مركا حالكا سيحالة دو قاري دون تأخر الزمانك وحلو أماني وحنا ما أيا لأيها. قال حيري حذيفة ولقد أتى علي وحائق يمد وإصامر الزمان وقت وما أبالي أنا دنكرهين
أيكم بايعت كان وح كيبسدو بري وحي سامر تنين كان وح كيبسن أما أن للرقمية أن لم عاملون هيا أنا دنك لهين لإن كان مسلما هدو مسلم يهي هو حائق علن لإن كان مسلما هدو مسلم يهي يعني إنه وحائق قبن هي الذلم جيسي يقردردي زي إيمان كيس هدو مسلم يهي قال ولقد أتى علي وحيوي من زمان ووقت وما أبالي أنا دنك لهن أيكم كي نبا بايعت يعني أنا وحكي إبسري أما وحكي إبسن هنا لإن كان مسلما هدو مسلم يهي لا يردنه وحائق قبن هيا أو إيق علن هيا علي أن إيق دينه بائق قبن وإن كان نصرانيا هدو نصرانيا هي كريستان أو يهوديا أم يهودي لا يردنه علي وحائق قبن هيا سائيه قفك والقيس قفك دمشا وجوب حكومة سائق ومسؤولك ماشاء يهودي قاس نصراني قاس جوجو حكومة أي إجا قبنا بركة بري قاس إسلام أرتى قف كي إيه ما دبا قال يا إسلام بقى أنا بدن كلاهين يعني إنك سواء لا دق مي سوت نقف كي مسلم هنا دي إيمان كي سبا إجا قبنا كي قال أهنا قف كده مسؤول كي ماشوا جوجو كابا إجا قبنا هي وأما اليوم لكن ما أنت بروح حذيفة فما كنت أبايع ما إيه كي لقق ما يأي وحكي إيبسن أما دي معاملة لقل أي منكم إلا فلانا وفلانا هبل إيه هبل يعني وداد ير أما المانتا لقق ميكرا مركة أمانة إيه نقصك أمد دا وقتك عسو صواب الله مكون إيه أفر بقول أسونا كهر بي وحاني صواب الله مانتا محال أمالين حذيفة بركو سهلية تابعين تباب بدنيد أو حاويا صلاحي باب بدنا وكن يأفر بقول سنة كهر مركا ما انتهى الكي وحمريان بعد 1400 سنة متفق عليه وقوله جذر بفتح الجيم وجيم كأول كردب وإسكان الذال ذال كأول الرب وجذ ليراثم المعجمة وهو أصل الشيء وشيء أسر كيسا وأنا حدث كأنت بضن والوقت بالتاء المثنات وتاء هذا وقت تاء وين ترضى والوقت بالتاء المثنات وتاذا لبدا دبعلي الاثر اليسير والرياض كير معنيه السنه والمجلوب والمجل بفتح بفتح الميم وميم كود كردو ما ترضى واسكان الجيم جيم كان وانا ريت مج وين ترضى وهو تنفط وبيا ان الكلام في اليد قعنت اي ونحوها ميلها قعنت وكل لمدها من اثر عمل شق القبطي قلاشينا إقلان إيا وغيري وحكالبا قوله منتبرا معنى هذا مرتفعا وكسر يويا قوله ساعيه ويرنا الوالي عليه بلغ وضا قفك كمسؤول كاها أيا لغ وضا وعن حذيفة إيا وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما قال وحيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس إلهي بادتك كل من فيقوم المؤمنون باكعيا حتى تزلف إلى اللغة دوية له مؤمن انت الجنة باللوسو دوين فيأتون آدم النبي آدم بيؤمن هيان فيقولون وحيرنا يا أبانا أبها يوم استفتح لنا إلهي وحدنا ويدسائن وإلهي وحدنا ويدسائن نافر الجنة الجنة فيقول النبي آدم حورا وهل أخرجكم أيذن كسوسار من الجنة الجنة إلا خطيئة أبيكم أبيهن دنبقيس أمبانارت جنة إذن كسوسار لستم إيه بصاحب ذلك مقام كشرفت لإرقذاءها إلهي إنا إذن كورقي أنما إيه قف كاذي اذهبوا تغى الى ابني اذهبوا الى ابني ابراهيم ويلكي ابراهيم اتغى خليل الله الهي كالقعيل كيسها قال حرف يقول ابراهيم بارن هيا نبي ابراهيم بمن هيا فيقول ابراهيم حورا لست بصاحب ذلك مقام كشرفت له شفاعه قف كدي مايه انما كنت انغ وحانها خليلا كالقعيل كالهي من وراء وراء يعني قذال 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 بان انو كجرا يعني والله يقول ريابو كوضا اعمدوا
وحاد او قصدان اول او تكتان الى موسى نبي موسى او تكا الذي النبي قاسو كلمه الله 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 لي تكليما هذا فياتون موسى نبي موسى الله ايمان دونا فيقول حورا لست بصاحب ذلك اذهب وحاد او تكتان الى عيسى كلمة الله الهي كلمة ديساءها الا كن باسك الوابورين إيه وروحه روح دي سود إلى هيد أفوفي مركا روح الله وحلق بحيا وشرف أهان وإلى هيد آبا منك أبور نبي عيسى الله إيمان فيقول حورا عيسى لست بصاحب ذلك مئه قف كذي ما أنت إرقد عنكم فياتون محمدا صلى الله عليه وسلم نبي محمد بالله إيمان فيقوم النبي كعيا أو فيؤذن له نبي والله إذن إنو إرجيو جندنا إن دتك الله فرو إلهي كطلب وترسل وحال سوق وحال صادريا الأمانة محل شهادك وإنت وترسل وحال صادريا الأمانة بالله صادري إيا والرحم الرحمك لبدا سو ولا سودا إيمان إلهي بسو سورين أمانة ذي إيا الرحم رحمك وادلك دي فاميقة فيقومان رحمك يا وحي استاغي امانتي جنبتي الصراط جدك سر لبدي سجانب لبدي سدنا اي كلا استاغيان يمينا وشمالا بين كلا استاغيان وامانتي يا رحمك فيمر وصمر يا جدك الصراط اولكم كينا وهريا كالبرق سده لا ايقفكم مريا ذاتك صالحين انت اوغوناك سده لا يقدافيان قلت وحور الراوي بأبي وأمي أنت أبهي إيهو يدي لغو غفر رسولك إلهي أي شيء معنه سمحوي يعني كمر البرد سده لا عمحاك ودا معنه وامحي قال النبي وحور ألم ترى ميادا نارك كيف يمر سو أمره لا ويرجع النقض في طرفة عين الجبل سجدهت الجبر سيقوله بولا لا عركيسا هذا نمرك أبو بختي يا مرك انتهى لا عسي وجوه إن لا أجب كوا سجود كسرات كماريان دك دك بولا فيان ثم وحاكوا حجيا كمر الريح دت أرد كذا أقول لك يا هيد دبيش أكله ثم كمر الطير وحاكوا حجوا كوا كله وأرد كذا شنبرتو أكله يا هاي وحاكوا سيحجا وشد الرجال رجع أرد كيسو أكله يعني دادكو ننبال جيد كسيرات سيبو كمارا يا كو هلاع كمارا يو كو أرد كمارا باي كو شمبره أوكلا كمارا كو دوايشو أوكلا أرد كيدا كمارا دادكو محاسا أوكلا قاد قادي تجري وحا ودا بهم دادك أعمالهم ننكست عمل كيسو أنتو لأكا بجيد كسيرات كمارا يا والنبيكم صلى الله عليه وسلم نبي جوننا قائم وحوتا غياهي على الصراط جد كالصراط او يقول وحول ياهي ربي سلم سلم الا اله يا امد اين بتجلي اله امد اين بتجلي حتى تعجز الى اي عاجز اعمال العباد اضمها اعمال شودي بمركا تبر يعني ماشي كدمان هيس حتى يجي الرجل نمبا إيمان أما قف با إيمان ولا يستطيع السيرة ما سعون كريبا إلا زحفا سقطان موين دبضو كسقيا سعود كسو جدك السراد ودبضو ينو كسقيا وفي حافتي السراد جدك السراد لبدي سردنعنا وحاسارا كلاليب برو كلاليب حلوى برهن هيليب كلا سورة وكري وبرسالو سوق اللعيو مركا كلاليب وبرها قلق اللعاء أي جدك سراد لنعيدي سيالا وفي حافتي السراد جدك سراد لبدي سلنانا كلاليب باسارا وبرها هدبك لسورة أقرأ قلق اللوعة معلقة ويسولنجهن جدك سراد هريره مأمورة واي أمرا تهين برها سا أمرا بأخذ من قف إني قبطان أمرت لأمري به قف قب إني قبطان تدبا جرى أمر لغسيي وهيبلي هيبل قبط لغيري مركاسي قبان هايان كد ابن محيري نبي عليه السلام فمخدوش وحائل كمد أها جدك جدك سيراد مريا مخدوش مد جحجيحا وده سيقتان كي با جحجيحي بريه با جحجيحي لكن جن مركاد مبوبت بادي أدو جدك سيراد حقافيا أساقو جحجيحمي لسريكتي
waxa idin ka mid ahoo kale waa mukardasun, mid lagu tuurayo oo lagu tuuray finnaari naarta. Dadka u dambaysa qaarna dhib bay ku soo dhaafayaan, isagoo jeexjeexan buu soo dhaafayaa, qaarna waaba lala degayaa. فمخدوش با إذن كما دا مدجح جيحمي ولكن ناجين مركي دببت باداي إيا ومكردس مدلو قد توريب في النار. والذي نفسه أبي هريرة بيده بان قد أرضي إن قعر جهنم نار جهنم قد كيدو أما السل كيدو لسبعون خريفا تضبات سنة الله سيسع رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بفتح فيهما لابد جربة وإلى كرة وراء وراء وقيل وحالي بالضم بلا تنوين. رواية كلا وحصورت إن لقد وراء وراء ليرهم ومعناه نوحويا لست بتلك الدرجة الرفيعة أنه هل كاسر متاجني. وهي كلمة وكلمة تذكر لشجع على سبيل التواضع أي الله شجع. وقد بسطت معناها وانكب اللارير معناها كلمة أيلاده في شرح صحيح مسلم إما أنه كتاب شرح مسلم بانكب اللارير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.